اليوم غادي نتكلموا على هاد التقنيات الجديدة والحمد لله اللي ولات موجودة عندنا في المغرب، بأن الخارج ما فاتونا حتى بشي حاجة. اليوم هاد الآليات هادي اللي ولات كتسهل علينا أولا تشخيص، علاش؟ لأن كانوا شي دوالي اللي ما كيبانوش لا بالعين المجردة ولا حتى بالليكوغرافي لأن تيكونوا سطحيين بزاف، داكشي علاش اليوم هاد التقنية هادي ولات كتسهل علينا المأمورية من ناحية التشخيص. أما من ناحية الحقن فبدينا ولينا أكثر تمكينا، ولينا أكثر مرونة باش يمكننا نديرو هادوك الحقن، ولا سهلت علينا المأمورية لأن الحاجة اللي ما كانتش كتبان وكانت خافية علينا ولات كتبان. المسألة الثالثة هي أن مني كنقترحوا على شي واحد عملية جراحية كنديروا له هذاك التخطيط او الماركاج، وهذاك الماركاج ولينا حتى هو كيعاوننا فيه هاد التقنيات الجديده اللي غادي تشوفوا معنا. فشحال هادي كنا كنخدموا بهاد لاباري هادي، حتى هي كنا فرحانين بها وما بهاش، ولكن اليوم الحمد لله حنا متمكنين اكثر وعندنا اليات احسن دقه. وهاد الآلة هادي الناس ما يتخلعوش، راحنا واخا هي مكلفة حنا الحمد لله كنحسبوها مع الكونسلتاسيون، ما كنزيدوش فيها ثمن واحد اخر، ما كنزيدوش فيها لا ثمن، كتحسب مع الكونسلتاسيون. فالناس ما يتخلعوش يقولوا لا يمكن غادي نخلصوا هذيك لاباغا، يمكن تكون غالية ولا شي حاجة. من هاد الناحية هادي كونوا مطمئنين ان احنا كنحسبوها مع الكونسلتاسيون وما كاين حتى مشكل. كما كتشوفوا معايا هنايا بطبيعة الحال كيبانوا لنا الدوالي ولكن ما كانش تيبان لنا اكثر من هادشي. فاليوم بسبب هاد الاليات الجديده ممكن ان نشوفوا الدوالي اللي ما كانتش كتبان لنا بالعين المجرده. شوفوا هنا مثلا ما كانوش باينين نهائيا، كتشوف معايا انهم ما باينينش، وهنايا مجرد ما كندير هاد الآلة كيبان لي هاد الدوالي هادي، فغادي نمشي لهم مباشرة باش ندير فيهم الحقن. شوفوا هنايا كيفاش كيبان هاد الدوالي بوضوح وتقنية عالية، وغادي يمكننا نديرو فيه الحقن.